شهدت قرية الوسطاني التابعة لمحافظة دمياط الانتهاء من إنشاء وتسليم المجمع التكنولوجي، كما تم الانتهاء من تنظيم موقف للسيارات والسوق الحضري وإقامة مدارس فضلا عن خدمات الإسعاف والمطافي، كما تم الانتهاء من تنفيذ مجمع الخدمات الزراعية. ويأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى المصرية، والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كافة الجوانب الخدمية، وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة. حياة كريمة طبعا جت أدخلت على البلد دي البهجة والفرحة والسرور، فعملت جميع المشاريع واستكملت كل المشاريع اللي كانت ناقصة، استكملت الإنارة واستكملت الصرف المغطى للصرف الصحي للبلد، وعملت مجمع خدمات زراعية ومجمع وسجل مدني ووحدة بيطرية وبريد ومدارس ووحدة صحية اتعملت على أكمل طراز موجود وأجمل حاجة حلوة موجودة. بتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة، اللي هي مبادرة بمثابة الحلم لنا كأهل بلد الوسطاني، لأن بلدنا الوسطاني كانت تعتبر معدومة من الخدمات ومن البنية التحتية. جاء مشروع حياة كريمة، صراحة ما كناش نحلم بالمشاريع اللي تمت فيه، مشاريع كبيرة، مشاريع عظيمة بتخدم بلدنا الوسطاني في كافة القطاعات، سواء صرف صحي، مية، كهرباء، مجمع خدمات حكومي على أعلى مستوى، مجمع خدمات زراعية على أعلى مستوى، وحدة طب أسرة حديثة. مشروعات حياة كريمة فادت الناس وعملت طفرة في الشعب المصري والمجتمع، ونتمنى ان هي يعني في مشروعات بدأ تنفيذها، وفي مشروعات يعني لسه هيتم تنفيذها، لكن طبعا المشروعات اللي تمت بالفعالية اللي هي قايمة عليها دلوقتي غيرت طبعا، مثلا زي مش عايزين نتكلم بشكل خاص في مشروعات معينة، لكن جميع المشروعات أصلا حصل فيها تجديد وحصل فيها تطوير وبرؤية وفكر جديد.